سمحتوا. طيب لا انا هطلب من حضراتكم حاجه. بصوا احنا نسمع صديقنا اللي لابس الزي البدوي المصري الاصيل اللي هناك ده. والله اتفضل يا فندم اتفضل. بنجيب له بس ممكن ما ناخدش حد واقف نبعتها. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. وعليكم السلام. باسم شباب جنوب سيناء من شرقها لغربها احيي الجميع واحيي القائد رئيس الجمهوريه بالوادي المقدس. اخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى متسع صغير عشان باسم شباب جنوب سيناء عايز اقول ان انا جاي من منطقه. شوف حضرتك كل الناس بياخدوا نص دقيقه انت خد دقيقه. تسلم. شكرا يا فندم. شكرا. انا جاي من منطقه سياده الرئيس انا جاي من منطقه تبعد عن مدينه سانت كاترين حوالي 15 كيلو منطقه جبليه. وصلت لحد المدينه ووصلت النهارده لحد هنا واشكر الفرصه التي جعلتني اقف على هذا المنبر. عايز اطمن سيادتك جميع فئات الشعب جميع اطياف الشعب حتى بدو الصحراء مشاركين النهارده في الحوار الموجود النهارده باسم الشباب. سياده الرئيس سؤالي للدكتور محمود الفقي. انا حضرتك تقصد دكتور مصطفى الفقي. مصطفى الفقي عفوا سؤالي للدكتور مصطفى. اتعلمت ان الديمقراطيه هي او الحريه هي الديمقراطيه هي الكم الذي يعطيها الفرد لوطنه. وتعلمت ان الحريه اعمل ما شئت ما لم تضر في نفع الوطن. فاين هذه الكلمات من المناهج التعليميه بجمهوريه مصر العربيه؟ ثواني يا فندم جنوب سيناء عاوز اترحب. انا اسف جدا. عاوز اترحب بالمؤتمر في شعر جنوب سيناء. عاوز اترحب في دقيقتين. انا اسف جدا حضرتك ممكن في جلسه اخرى. ارجوك اسمحوا لي جميعا سننصت الى اجابه الدكتور مصطفى الفقي. ثم من مصلحتنا كمواطنين مصريين ان نعتق السيد رئيس الجمهوريه عشان عنده شغل وابلغت الان انه لديه التزام. فننصت إلى إجابة الدكتور مصطفى الفقي ثم نودع السيد رئيس الجمهورية. أرجوكم لأن هناك التزامات أنتم تعرفون. تفضل. طبعا قضية التعليم كما تفضلت قضية حاكمة في توضيح المفاهيم اللي أنت قلت عليها الحرية والديمقراطية. مصر بتعطي للتعليم أهمية كبيرة في هذه المرحلة وكل الدول اللي عملت حاجة مهمة بدأت بالتعليم. أنا متذكر بعد ثورة 25 يناير زاراني السفير البريطاني في مكتبي في وسط المدينة وقال لي ماذا يمكن أن نقدم لمصر. فقلت له education التعليم. فأنا معاك وأظن السيد الرئيس بيولي هذا الموضوع ولكنه يحتاج طبعا إلى فترة زمنية طويلة إلى إمكانات مادية هائلة حتى يحدث تطور حقيقي في الeducational process العملية التعليمية نفسها مش تغير كمي في عدد مدارس ومدرسين وفصول فقط. القضية أوسع وأكبر من هذا وكل الدول الصين الهند ماليزيا قامت كل حركة النهضة فيها على النهوض بالتعليم. ونهرو قال عبارة تاريخية نحن دولة فقيرة فلا بد أن ننفق كثيرا على التعليم. صحيح. التعليم هو المفتاح.